وإذا حصل الاستقرار الأمني وإذا شعرت الدول الأخرى اللي باركت هذا الاتفاق وغيرها بأن الأوضاع الأمنية إن شاء الله طيبة وإن الفرقاء اليمنيين أصبحوا فريق واحد يختلفوا ديمقراطيا، يختلفوا في وجهات النظر، ولكن القرار النهائي يتم الاتفاق على تنفيذه. إذا تم ذلك تأكد أن الكل سوف يكون إلى جانب اليمن، وبالذات دول مجلس التعاون بقيادة المملكة العربية السعودية. يعني أنت عندك مجموعة من الأشقاء الحريصين عليك كأي وطني يمني، كأي وطني يمني الحقيقة حريصين على اليمن وعلى دماء اليمنيين وعلى أرواحهم وعلى كرامتهم وعلى يعني إيجاد فرص العمل لهم. نعم. وعلى إيجاد هذا الحرص دكتور الحياة الكريمة.